قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن اتفاق قمة المناخ متوازن ومتوافق مع أغلب مطالب الدول النامية والمتقدمة. أضاف كمان الوزير على هامش ختام قمة المناخ المنعقدة في باريس أن الاتفاقية نصت أيضا على التوازن بين جهود التكيف والتخفيف والذي كان من المطالب الأساسية لإفريقيا وباقي الدول النامية، مشيرا إلى أن بنود التخفيف أصبحت أكثر مرونة لتراعي ظروف الدول النامية. أكد أن المجموعة الإفريقية نجحت بشكل استثنائي خلال المؤتمر في الحصول على دعم مالي من الدول المتقدمة لدعم مبادرة الطاقة المتجددة في القارة السمراء.